في هذه الحلقة إن شاء الله نوجه إليكم شيء جديد إن شاء الله، وهو من ابتكارات ما قناة تعلم ذاتي، وهو ابتكار جديد لشحن الجوالات. طبعا هنا الآن أشحن جوالك مباشرة من الطاقة الشمسية، لا تحتاج إلى كهرباء أو بطارية أو محول. شاهدوا ماذا نحتاج وما هي الخطوات التي نقومها حتى نصلكم إلى هذا الموضوع. اليوم إن شاء الله سوف نكتشف موضوع جديد، وهو عملية شحن مباشر للأجهزة الذكية مثل الجوالات والأمبتري وغيرها. طبعا كما تلاحظون هنا هو من خلال شريحة بسيطة جدا يتم إيصالها مباشرة مع الطاقة الشمسية ثم بالثقب. هنا الشبكة الخاصة كما تلاحظون هنا متصلة مع هذه، متصلة مباشرة مع الجهاز نفسه ليؤكد أن العملية شغالة تماما بعد فحصها والتأكد منها. نعم بعد فحصها كمان لاحظ هنا، انظروا كيف تنطفي وطلع هذه مباشرة. انظروا وصلنا طبعا بهذه الأجهزة، بهذا الجهاز البسيط، وهو عبارة عن ايش؟ صفيحة من مادة السيليكون خاصة بامتصاص الطاقة. إذا كما تلاحظون هنا انظروا هذه أمامكم، طبعا نصلها ووصلناها بالسلك كما تلاحظون هنا حتى وصل إلى هذه المنطقة وهي اللمبة الأولى هنا. لكن للتأكد لعملية الشحن بأن العمل أن الشحن يعني ناجح، يجب علينا أولا التأكد من الأجهزة البسيطة جدا حتى لا يتعرض التجربة إلى خسارة. فنبدأ إن شاء الله أول شيء هو كما تلاحظون هنا MP3 بسيط جدا، هذا ثقب هذا حتى نصل نتأكد أن هناك شحن جاري الشحن له. انظروا هنا كما نلاحظ هذا نعم هذه اللمبة أصبحت شغالة. انظرونا أصبحت شغالة هنا وتلاحظوا نعم دليل على أن تم شحن هذا الـ MP3. نجرب يعني جهاز آخر، وهو كما تلاحظون هنا جهاز نوكيا هنا، نجرب من خلال التجربة. انظروا ونتأكد هناك شحن. نعم هذا انظروا انظروا نعم هذا الشحن هنا هنا هذه جاري الشحن. انظروا جاري الشحن. نعم جاري الشحن. نتأكد في انظروا جاري الشحن. شوف كيف يختفي جاري الشحن هنا. تلاحظون ها انظروا كذا دخل الثقب خاص به ها انظروا، ثم يكون جاري الشحن هذا. انظروا جاري الشحن. نتأكد بجهاز آخر، وهو من الأجهزة المتطورة والغالية كما تلاحظون هذا جلاكسي. تلاحظون هنا جلاكسي هذا انظر جلاكسي نقوم بإيصال إيصال إليه. انظروا هنا انظروا سمعت الصيح؟ نعم شغال جاري الشحن. نعم هذا هو جلاكسي جاري الشحن. انظر نفتحها ونعيدها من جديد. انظر نفتحها ونعيدها من جديد. نفتحها ونعيدها من جديد. انظر هنا انظر هذا الجاي منين عشان نتأكد.
Evet. Gelin bana. Hatta o sıra yardımcı geldi. Durup. Ben bir kızı bir oku. Bunu sınavsa. Durup. Geri aşağı. Tabii هذه يعني يجب التأكد من شيئين. أول شيء الخروج من هذا الجهاز على أنه 5 فولت ولا يقل عن 1 أمبير ولا أكثر عن 2 أمبير. والشيء الآخر التأكد من توصيل الأسلاك حتى لا يعتكس منها، يعني يكون الموجب في مكانه والسالب في مكانه. طبعا الأحمر موجب والسالب أزرق كما تلاحظون، والسالب ماذا؟ أزرق، حتى لا يكون هناك خلل في الجهاز أو قد يتأثر الباور الخاص بالأجهزة مما ينتهي. وهذا ما نظهر لكم إن شاء الله، وإلى لقاء جديد وابتكار جديد. شاكرين لكم حسن المتابعة من مدرسة التعلم الذاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.